حضرتك بس ادينا بقى اخر الانباء وما توصلنا اليه يعني. لا الى الان لم نتوصل الى شيء. في كلام في الجرايد وصلناش لحاجه. في تعديل وزاري. لا 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 شوف المطالب اللي مرفوعه ما هياش بس تعديل وزاري. المطالب اللي مرفوعه اولها إيقاف محاكمة المدنيين أمام القضاء العسكري والنيابة العسكرية والمحاكم العسكرية والإفراج عن كل المدنيين اللي اتحاكموا أمام القضاء العسكري وتتعاد إجراءات المحاكمة أمام القاضي الطبيعي. لا والإجراء ومرتبط بيه إن هم يقولوا لنا عدد الناس اللي موجودين في المعتقلات العسكرية كام. محدش يعرف حاجة. ها استقلال القضاء. طب ما ده اللي مرتبط بيه اللي انت توقف المحاكمات العسكرية والاستثنائية. المطلب الثاني اللي انت تفكر في اجراءات العداله الاجتماعيه. انت عايز الموازنه يتعاد النظر فيها. ما حدش يتكلم. عايز حد ادنى الاجور. ما حدش يتكلم. بل بالعكس يقول لك الموازنه بتاعت لا اقصى انا اقصى راي انها مش هتمشي دلوقتي. اقصى دي محتاجه نظام ضريبه تصاعدي. محتاجه كم اجراء سياسي ثاني يعملهم برلماني جديد. اللي انت عايز تجيبه الاول اللي انت عايز تجيبه الاول انك تعمل حد ادنى للاجور والحد ادنى الاجور دوت يتفعل دلوقتي. ينفع يعملوا برلمان. ده محتاج كذا اجراء اضافي. ده محتاج نظام ضريبه تصاعدي ومحتاج تربط كذا حاجه مع الحد الادنى. ده كرامه انسانيه. لا ثواني بس عشان اكمل الحاجات. لا محتاج الحاجه ولازم تعيد النظر في الموازنه. ما سمعناش عنها حاجه. قلنا تطهير وزاره الداخليه ما سمعناش حاجه. طلع قرار في البيان الاول الدكتور عصام شرب بيقول لك نقيل الناس. ده اجراء غير قانوني. انت لازم توقفهم ومحاول ان هو يرفض. تمام هو قانوني. هو يوقف وبعدين يحول للتحقيق. ولما تيجي جهات التحقيق لازم تخش بس من جوه الوزاره تكون سلطه قضائيه. لما تتثبت الادانه يخلوا ولا يمشوه. الحاجه السؤال الاخير التدرج بتاع علو سقف المطالب. صح التدرج السوي للمطالب. لا ده صح. الموضوع هيقعد يزيد هيوصل لايه مثلا عليهم الجمعه الجايه. الدكتور حمزه بس كمل وبعد كده العجز. لا هو مكملين. شوف المطالب بتتصاعد. احنا ابتدينا الاول رايحين على الجمعه بكلام غير محدد على العداله الاجتماعيه وبكلام على المبادئ كلام على المبادئ الاساسيه للدستور ومعايير اختيار الجمعيه التاسيسيه. وقلنا عايزين خريطه طريق بجدول زمني محدد. المطالب اتطورت قبل يوم الجمعه ويوم الجمعه وبعدها. دخل مساله اللي هو المدنيين والمحاكمات العسكريه. دخل مساله حد ادنى للاجور ضروري. عيد النظر في الموازنه. تطهير مش بس وزاره الداخليه مؤسسات الدوله ووزاراتها من الصف الثاني والثالث اللي هم المستشارين اللي لسه قاعدين مستشارين النظام القديم. دخل كلام على جدول زمني ايه هيحصل في مصر امتى. هتحاكم رموز النظام السابق امتى. ايه اللي هيحصل بالظبط. قول لي جدول زمني. لا المطالب بتتصاعد وطول ما احنا موجودين هي بتتصاعد. المهم بس اللي احنا ما نسمحش ان العشر اسابيع اللي فاتوا هم يتكرروا مره كمان. ان احنا انشغلنا بنقاشات وهميه وقعدنا نقول شويه دستور اولا شويه انتخابات اولا والجماعه اللي زي حالاتي قالوا خلينا نحترم الاستفتاء ونشوف هنعمل ايه بعدها. ما وصلناش لحاجه. طب ما نخليش ده بقى يحصل مره ثانيه. ها تنزلا ولا تفاوضا. لا 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 في واحد وراك على السؤال. ليه ما اعلنش ان حد يضغط عليه؟ هل يضغط عليه؟ نعم. ممكن الظروف اللي احنا فيها والموقف الجيش دلوقتي هل ينفع يبقى عندنا مجلس رئاسي مكون من ناس مدنيين؟ لا لا انا اعتقد الكلام ده ملوش لازمه ابدا. ممكن المطلب ده يوصل ليوم الجمعه الجاي. ده لخبطه. خلينا نركز على المطالب اللي احنا رفعناها. ما فهمش انا مجلس رئاسي ولا غيره. لا انا شايف ان هو ملوش معنى. مش دلوقتي انت عندك مجلس اعلى موجود وماسك البلد واحنا بنتفاوض معاه بصوره جماعيه. المواطن بيتفاوض معاه بصوره جماعيه. انا مش عايز بقى وسيط تاني. مش عايز وسيط تاني. هو غير مركزين للقوه في مصر. المواطن والمجلس الاعلى. دكتور الاحزاب الجديده ما قدمتش ورقه ليه للعداله الاجتماعيه. الاحزاب الجديده. لا حد شم نفسها. مطلب عادي ومطلب ثوري ومطلب اساسي من عدد 25 بما فيهم حزب مصر كلنا في ايدينا ورقه العداله الاجتماعيه. يا فندم احنا عارفين عندنا ورقه بس احنا كنا عايزين ورقه موحده. لا موجودين في الوزاره. الاحزاب متوحدش دكتور عمرو. على الاقل الاحزاب الليبراليه الجديده دكتور عمرو ما تتوحدش. خلي كل واحد يعمل الاجتهاد بتاعه. دكتور عمرو مش موازنه دكتور عمرو. ما احنا ليه عايز موحد؟ عايز موحد عشان تبقى يا دكتور هتاخدوا طول الطريق يا شيخ ولا ايه؟ سيبوا لنا شويه. فكره يا شيخ عنده فكره عالية. طبعا واحنا يلا يعني احسن وان نبي الاسلام لم يكن منتصرا فينا وتقتلوه ولم يكن ان يقاتل الناس حتى يقولوا لا اله الا الله ولم يكن منتصرا فينا غير مسلم ولم يكن كيف يخلص قوم ولوا في قوم. صح. كلنا شيء.
تقول الكلام ده في العالم. انا وجاهز اخيرا شيخ حضرتك على المنصه يا ريت تقول كلام هزنا كلنا. كلامك على المنصه هز العرب كلهم هز العرب. كلام كان كويس. هو انسان عظيم وله الجنه الفردوس. هي الجنه كام درجه؟ 97 درجه. انا طريقتك في الكلام انا عارف. لا يا استاذ عمرو نادي هنا 25 سبحان الله الذي اقرب عبد ايه ليلى من المسجد الحرام المسجد الاقصى البراق ايه وجهه نظر حضرتك يا دكتور عمرو بديل المجلس الاشرف لمسك البلد في مطالب قدمناها منها طب العسكري مش عايزين مجلس مدني ثمان مطالب ثمان مطالب معلنه بصوره كامله بس خليكم بدل المكان 7-9